تقريبا منذ 10 سنوات تم اضافه سايكلز ريندر لبلندر كبديل لبلندر ريندر. وطبعا ميزه سايكلز انه محرك واقعي جدا وريندر انجن واقعي. ميزه سايكلز ان ممكن في طريقه البروسيجرال تكشر ممكن استخدام النودز لاضافه واستخدام وانشاء اي ماتيريال مكان درجه تعقيد هذه الماتيريال. ميزه سايكلز انه ري تريسنج ريندر انجن انه ممكن يتم انشاء اي ماتيريال مهما كانت هذه الماتيريال معقده. بدايه انا اعرفكم من نفسي معكم المهندس كامل 3 دي ديزاينر اند بريسلي سيفل انجينير. في هذا الكورس سيتم شرح كل نود في بلندر. في هذا الكورس سيتم شرح كل تيكشر في بلندر: فوروناي تيكشر، نويز تيكشر، ماسغريف تيكشر، ويف تيكشر، ماجيك تيكشر. جميع النودز في بلندر سيتم شرحها. سيتم شرح التيكشر كوردينيت، سيتم شرح المابنج، سيتم شرح الديناميك بنتنج، سيتم شرح كل نود في النود ايتر او في الشيدر ايتر باستفاضه. سيتم شرح كيفيه انشاء اي ماتيريال بروسيجرال. وفي الدرس القادم سيتم شرح ليه بنستخدم طريقه البروسيجرال رغم ان الماب او الايمج مابس متوفره في جميع المواقع سواء فري او بيد. يتم شرح انشاء اي ماتيريال تخطر ببالنا سواء كانت ليزر او كانت وود او كانت ميتال او جولد او سيلفر وهكذا. الكورس ده عباره عن مرجع ضخم للسايكلز، محرك السايكلز، وازاي ننشئ اي ماتيريال، وازاي نتحكم في النودز، وازاي يتم دمج هذه النودز، ازاي ننشئ بامب ماب، ازاي ننشئ نورمال ماب، ازاي ننشئ رفنس ماب، وازاي ننشئ ديسبيسمنت ماب. كل هذه التكنيكس هيتم شرحها في هذا الكورس باستفاضه. وطبعا بعد الانتهاء من الكورس ممكن تستخدم هذه التكنيكس لانشاء الماتيريالز الخاصه بيك وتقوم ببيعها على احد المواقع الشهيره سواء كان بلندر ماركت او الجام رود. دي كانت عباره عن مقدمه بسيطه للسايكلز ان اكشن كورس. يمكن الاشتراك في الكورس عن طريق الضغط على اللينك في اسفل هذا الفيديو.